لمناقشة استمرار أزمة النازحين في العراق في ظل تجاهل كبير من الحكومة لمشاكلهم ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي عمر العجلوني. أستاذ عمر مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح للجنة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق حيث اتهمت في بيان لها الحكومة بعدم الإيفاء بوعودها بشأن النازحين. بداية، كيف تصف لنا أوضاع النازحين في مخيماتهم في العراق؟ اهلا وسهلا بك استاذ محمد وبالمشاهد في قناه الرافدين. استاذ عمر، واود ان اشكركم على هذه الاستضافه. اعتقد ان لجنه العمل والشؤون الاجتماعيه لم تبالغ فيما ذهبت اليه. فالوزاره لحد الان ليس لديها خطه واضحه من اجل حل جذري لانهاء معاناه النازحين، وتكتفي بمحاوله دعم خجوله للمخيمات القليله القائمه، وتهمل عدد النازحين الاكبر الذين أصبحوا يعيشون في مخيمات عشوائية تفتقر لأبسط مقومات الحياة. أستاذ عمر، وزارة الهجرة والمهجرين قالت في تقرير لها أن عدد الأسر المتبقية في مخيمات النزوح هو 39 ألف عائلة في وقت يعانون من نقص الخدمات الأساسية كما تفضلت طبعا، ومنها المياه الصالحة للشرب. على من تقع المسؤولية في توفير الخدمات للمخيمات؟ في الواقع يعاني النازحون في المخيمات التي لم تغلق لحد الآن من نقص حاد في الخدمات الأساسية. فنقص المياه مثلا يأتي في ظل نقص لمعظم الخدمات الأساسية مثل انقطاع السلة الغذائية لمدة طويلة، ناهيك عن الرعاية الصحية، فأدوية الأمراض المزمنة شبه مفقودة في معظم الأحيان، وغيرها من الأمور. طبعا هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة العراقية بشكل أساسي، فهي الملزمة بتوفير الرعاية للنازحين وتوفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة بموجب الدستور العراقي في مادته 30، وأيضا بموجب المبدأ الثالث من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي الصادر عن الأمم المتحدة، والذي جاء فيه هذا المبدأ أنه تقع على عاتق السلطات الوطنية في المقام الأول وفي نطاق ولايتها واجب ومسؤولية توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للمشردين داخليا. طيب، هنا أين جهود المنظمات الدولية أين أموال المانحين في ظل هذه المعاناة المستمرة للنازحين في المخيمات؟ أعتقد أن هنالك تقصير واضح من المنظمات الدولية في الواجب المطلوب منها تجاه النازحين، ودعني هنا أجمل المطلوب من هذه المنظمات في ثلاث نقاط. فأعتقد أنه أولا يجب دعم النازحين في المخيمات المقامة والمخيمات العشوائية، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والرعاية الصحية. والأمر الثاني هو تعويض النازحين عما فقدوه وتسريع عجلة إعادة الإعمار، وهذا يجب أن يتم عبر تضافر الجهود ما بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي. والأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، وهو ضمان العودة الطوعية الآمنة للنازحين، وحث السلطات العراقية على أن تتعامل بحزم مع حالات الهجمات المسلحة ضدهم لضمان عدم تكرار نزوحهم مرة أخرى. أستاذ عمر، طبعا الحكومة والميليشيات يصران بشدة على موضوع إعادة النازحين إلى مدنهم، هل تعتقد أنها من أنجع الحلول الموجودة، خاصة أن مدنهم وبيوتهم ما زالت مهدمة ولا تصلح للعيش؟ أعتقد أنه في المقام الأول الإعادة القسرية للنازحين تخالف قواعد القانون الدولي، وهنا دعني أشير بشكل واضح ومحدد إلى المبدأ 28 من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي. هذا بالإضافة إلى أن غياب الحماية الكافية للنازحين إما سيعرضهم لانتهاكات خطيرة تمس حياتهم بشكل مباشر، أو أنه سيحول بينهم وبين العودة إلى بيوتهم في حال لم تكن مهدمة بعد، كما شهدنا ذلك في عدد من الحالات. فقد رصدنا في تقريرنا الأخير في مرصد أور متوسطي إقامة مجموعة من النازحين لمخيم عشوائي يبعد عن منازلهم مئات الأمتار فقط، وذلك لعدم تمكنهم من العودة لمنازلهم نتيجة منعهم من قبل إحدى الميليشيات. من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي عمر العجلوني، شكرا جزيلا لكم.